السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتعرفوا على الدرس الثالث للفيزياء للسنة الأولى بكالوريا شعبة العلوم التجريبية وأيضا شعبة العلوم الرياضية اللي هو الشغل والطاقة الحركية. دونك الفقرة الأولى اللي غنتعرفوا عليها في هذا الدرس هي الطاقة الحركية. الطاقة الحركية غنشوفوها بجوج ديال الحالات. غنبداو بحركة الإزاحة. حركة الإزاحة كنا شفناها في الدرس الماضي وقلنا بأنه يكون الجسم في حركة إزاحة إذا كانوا جميع القطع المستقيمة منتمية للجسم تحافظ على نفس الاتجاه ونفس المنحة. جميع القطع المستقيمة بمعنى جميع المتجهات. إذا هنا بالنسبة لحركة الإزاحة نسمي الطاقة الحركية. الطاقة الحركية باللغة الفرنسية هي لينيرجي سينيتيك. الجسم صلب في حركة إزاحة، كتلته M وسرعته V بالنسبة للجسم المرجعي المقدار. إذا أولا بالنسبة للطاقة الحركية قلنا باللغة الفرنسية هي لينيرجي سينيتيك، إذا طاقة E كمزوية بالحرف E، حركية سينيتيك كمزوية بالحرف C، وبالتالي الطاقة الحركية نمزوية بالحرف E C أو ماجيسكول C مينيسكول. هاد الطاقة الحركية كتساوي واحد على جوج ام في كاري. ام هي الكتلة، في هي السرعة، بحيث ان ام الوحدة العالمية ديالها هي كيلوغرام، في الوحدة العالمية ديالها هي المتر في السكوند موازان ولا المتر على ثانية. بالنسبة للطاقة الحركية الوحدة ديالها في النظام العالمي هي الجول اللي كنمزيو الحرف جي. إذا فحال الطاقة راه ديجا تعرفنا عليها في السنة الثالثة إعدادي في الكهرباء. عموما الطاقة دائما كنمزيو الوحدة ديالها هي الجول وكنمزيوها دائما بالحرف جي. إذن هاد واحد على جوج ام في كاري هذه صالحة في حركة إزاحة. هاد العلاقة دي شو كتبين لنا؟ كتبين لنا بأنه كل ما السرعة تزاد، إذا كل ما هاد السرعة ديال الجسم تزاد إلا الطاقة الحركية ديالو أيضا كتزاد. إذا إلا خدينا مثلا واحد القذيفة، هاد القذيفة هادي كل ما طلقناها بواحد السرعة كبيرة وإلا ديك الطاقة الحركية ديالها أيضا كتزاد. هذا من جهة. من جهة ثانية فهاد الطاقة الحركية فهي مقدار موجب. إذا الطاقة الحركية أو سي ملي تحسبها راه دائما كتلقاها أكبر من صفر، إذا هذا مقدار موجب. إذا هذه العلاقة هذه في حركة الإزاحة، دونك حاولوا تعقلوا مزيان على هذه العلاقة من بعد غندوزو للتطبيق ديالها. دابا غنشوفوا المرحلة الثانية. الحالة الثانية هي حركة الدوران، وقلنا بأنه يكون الجسم في حركة الدوران إذا كانت جميع النقط منتمية للجسم تتحرك وفق مسارات دائرية، ودوك الدوائر كتنتمي مراكزها محور الدوران اللي هو دلتا. هذا هو حركة الدوران في حالة مثلا الباب، فحال الباب ملي كتحلو، اولا مثلا فحال واحد القرص كيدور، هادو كنسميو اولا مثلا ديك هادو كنسميوهم حركة دوران. اذا بالنسبة لحركة الدوران تساوي الطاقة الحركية للجسم صلب في دوران حول محور ثابت دلتا، المقدار كنحتفظو بنفس الرمز اللي هو او سي، كتساوي ايضا واحد على جوج جي دلتا اوميغا كاري. اذا هذه في حركة الدوران. في حركة الازاحة كنا قلنا بان واحد على جوج ام في اس اثنان. اذا كتلاحظوا بانه نفس التعبير، عوض الكتلة درنا جي دلتا من بعد نعرفوا شنو هو، وعوض في درنا اوميغا. اوميغا شفنا في الدرس الاول. بالنسبة للاوميغا كتسمى السرعة الزاوية لجسم صلب، والوحدة ديالها هي الراديان على السكوند او الراديان في السكوند موانزا. بالنسبة للجي دلتا هذا كيتسمى عزم قصور الجسم الصلب بالنسبة لمحور دلتا، وهاد جي دلتا الوحدة ديالو هي الكيلوغرام في المتر أس اثنان، الكيلوغرام في المتر أس اثنان. هاد عزم القصور ديال الجسم هو أولا هو واحد المقدار، يعني كيساوي واحد القيمة معينة، هو كيميزنا الأجسام الصلبة، وهو يتعلق بالكتلة ديال الجسم، وكيتعلق كذلك بتوزيع المادة المكونة له حول محور دلتا. يعني هاد المادة هادي واش هاد المحور كاين في الوسط ولا كاين في الجنب، هادو هما الحوايج اللي باش كيتعلق. كيتعلق بالكتلة وتوزيع ديال المادة حول محور دلتا. غناخدو أمثلة، مثلا غناخدو مثال ديال واحد القرص. فعزم القصور ديال هاد القرص بالنسبة للمحور ديالو كنمزولي بالرمز التالي، جي دلتا كيساوي واحد على جوج ام في اغ اس اثنان، بحيث أن ام هي الكتلة ديال القرص، اغ اس اثنان هو الشعاع ديال هاد القرص هذا. هاد التعبير هذا ما كتحفظوش، هذا كيتعطى لكم في المعطيات ديال التمرين. كذلك مثلا الا خدينا بالنسبه للاسطوانه، اسطوانه حتى هي واحد على جوج ام اغ اس اثنان، ثم بالنسبه للكره جوج على ثلاثه ام اغ اس اثنان، يعني كتله في الشعاع اس اثنان. اذا اعيد، هاد عزم ديال القصور هذا كيتعطى لكم في المعطيات، اذا ما كتحفظوش. اذا اللي غتعقلوا عليها دابا هي العلاقه المواليه اللي هي واحد على جوج جي دلتا اوميغا كاري. دابا ندوزو للتطبيق، نحاولوا نطبقوا هذا الشيء اللي شفنا. اذا في التطبيق عندنا احسب الطاقه الحركيه لشاحنه كتلتها 22 طن تنتقل على طريق مستقيمي. طريق مستقيمي يعني بان حركه إزاحة بسرعة ثابتة متجهتها V وقيمتها V تساوي 72 كم في الساعة أس ناقص 1، إذا 72 كم على الساعة.
اذا دابا نطلب نحسبوا الطاقه الحركيه. باش نحسبوا الطاقه الحركيه شفنا جوج ديال العلاقات، شفنا واحد العلاقه اللي هي واحد على جوج ان في او سي تان وواحد على جوج جي دلتا اوميغا كاري. الفرق بيناتهم هي واش الجسم في حركه ازاحه ولا في حركه دوران. دونك هنا بالنسبه للشاحنه في حركه ازاحه، اذا عندنا حركه ازاحه وبالضبط مستقيميه كاع لان المسار مستقيم، اذا حركه ازاحه مستقيميه. وبالتالي التعبير ديال الطاقه الحركيه كان مزولي بالحرف او سي، قلنا كيساوي ان دومي واحد على جوج ام في في او سي تنان، ان دومي ام في في او سي تنان. مزيان، دابا غنديرو التطبيق العددي. بالنسبه للكتله قلنا خاصها تكون بالكيلوغرام، الكتله الوحده ديالها هي الكيلوغرام، و في خاصها تكون بالمتر في السكوند موان زان. اذا الا شفتوا معايا هنا دابا الكتله باش عندي انا عندي بالطن، اذا خصني نحولوها، اذا عندنا ام تساوي 22 طن. هاد 22 طن ملي كنبغيو نحولها للكيلوغرام كنضربو في 10 اس 3، اذا في 10 اس 3 وبالتالي كتجينا 22000 كيلوغرام. اذا حولت من طن كيلوغرام، هذا من جهه. من جهه ثانيه بالنسبه للسرعه لاحظوا معايا عندي بالكيلومتر على الساعه، بينما في العلاقه خصها تكون بالمتر على الثانيه، اذا ايضا خصنا نحولوها. وبالتالي غادي نعاودو نرجعو لواحد العلاقه اللي كنا شفناها في السنه الثالثه اعدادي وايضا شفناها في الجذع المشترك اللي هي من الكيلومتر على الساعه للمتر على الثانيه. ملي كنبغيو نحولو من كيلومتر على الساعه للمتر على الثانيه كنقسمو على 3.6، اذا من كيلومتر على الساعه للمتر على الثانيه كنقسمو على 3.6، من المتر على الثانيه للكيلومتر على الساعه كنضربو في 3.6. ثم غنجيو نديرو تطبيق عددي، اذا او سي تساوي 1 على 2 غنضربوها في ام، اذا ام بالكيلوغرام هي 22000 غنضربوها في في اس 2، دونك في اس 2 هي 72. ماذا كيلومتر على الساعه، اذا غنتبع هذا الخط اللي فوق، اذا باش نحولها للمتر على الثانيه شنو غندير، غنقسمها على 3.6، اذا ها 72 غنقسمها على 3.6. من بين الاخطاء اللي كترتكب بزاف في هذه العلاقه هذه هو كتنساو هذا اس اثنان، هذا ما خصكش تنساه، اذا نسيتي راه يمشي كتبني غلط. اذا دائما اولا كنحولوا الكتله للكيلوغرام، كنحولوا الساعه السرعه عفوا للمتر على الثانيه، وما تنساش اس اثنان لان ام في اس اثنان. دونك ملي غادي تحسب تطبيق عددي غتلقاها بانها كتساوي 4 ملايين و400 الف جول، 4 مليون و400 الف جول. إلا بغينا نكتبوها كتابة علمية هي 4.4 في 10 أس 6 جول، إذا هذه هي الطاقة الحركية. نمشيو دابا للحالة الثانية، الحالة ديال الدوران. إذا عندنا أحسب الطاقة الحركية التي يتوفر عليها جسم صلب متجانس في دوران، إذا دابا عندنا الدوران حول محور ثابت بسرعة زاوية قيمتها 2400 توغ على الدقائق، عزم قصوره جي دلتا هو 5 كيلوغرام في المتر أس 2. إذا دابا عندنا الحركة ديال الدوران، وبالتالي غادي نطبقوا العلاقة الثانية. العلاقة الثانية كتقول لنا بأن أو سي تساوي 1/2، 1/2 جي دلتا في أوميغا كاري، إذا هذه هي العلاقة. غندوزو للتطبيق العددي، ولكن قبل ما ندوزو للتطبيق العددي كاينين بعض المعطيات اللي خصنا نردو لهم البال اللي هما الوحدات. جي دلتا خصو يكون بالكيلوغرام في المتر أس 2، ثم أوميغا خصها تكون بالراديان في السكوند موان زان. شوفوا معايا هنا جي دلتا هو بالكيلوغرام في المتر أس 2 مزيان، ولكن السرعة الزاوية عندي بالتور، عندي بالدورة على الدقائق، إذا خصنا نحولو من التور على الدقائق الى الراديان في السكوند موزان. هاد الطريقه شفناها في الدرس وشفناها بزاف ديال التمارين. اذا عندنا 2400 توغ على مينوت. باش نحولوها للوحده العالميه شنو كنديروا؟ اذا 2000 كتساوي لنا 2400 توغ دوره، دوره هي 2 بي، اذا غادي نضربوا في 2 بي. عندنا تقسيم الدقائق، هنا الا شفتوا الوحده العالميه شنو فيها؟ الراديان على السكوند، اذا خصنا نحولوا من الدقائق للسكوند. باش نحولوا من الدقائق للسكوند شنو كنديروا؟ كنضربوا في 60، اذا واحد دقيقه فيها 60. اذا دائما ملي تعطى لكم بتوغ على الدقائق باش كتحولوها الراديان على السكوند كتضربوا في 2 بي، في 2 بي على 60. دونك تطبيق عددي غادي تلقى بان اوميغا، غتلقى اوميغا تساوي 80 بي، انا غنخلي غير هكا 80 بي ماذا؟ الراديان في السكوند موان زان. دابا عاد غنجيو نديرو تطبيق عددي، إذا أو سي تساوي 1/2، جي دلتا هي 5 كيلوغرام، ثم غادي نضربوها في 80 بي، ولكن ردو بالكم أس 2، ما تنساش أس 2، إذا أو سي تساوي تطبيق عددي، إذا هنا 1/2 في 5 في 80 بي أس 2، تطبيق عددي غادي تلقى 1.579، يعني تقريبا 1.58 في 10 أس 5
جول. إذا 1.85 في 10 5 جول. أنت غتلقى 1.579 79 راه هي تقريبا 8. إذا في 10 5 جول. إذا كنتمنى أن هذا التطبيق ديال العلاقات هادو ما يبقاش عندك فيهم مشكل. دوك ردوا بالكم مع الوحدات وما تنساش الاستثناء، هادو هما الأخطاء اللي كترتكب بزاف. غندوزو الفقرة الثانية في هذا الدرس اللي هي مبرهنات الطاقة الحركية، وفي الحقيقة هذه هي أهم حاجة في هذا الدرس. بالنسبة لمبرهنات الطاقة الحركية، إذا النص ديالها يقول هذا النص هذا كيتعطى في امتحانات وخصك تعقل على النص ديالو كما هو. إذا هذه مبرهنات الطاقة الحركية تقول في معلم جاليلي، أولا خصنا نعرفوا ما هو معلم جاليلي. معلم جاليلي شفنا في الجدار المشترك هو كل معلم يتحقق فيه مبدأ القصور. معلم جاليلي هو كل معلم يتحقق فيه مبدأ القصور. فحالاش مثلا المعلم الأرضي، أي معلم مرتبط بالأرض فهو كيتعتبر معلم جاليلي. شنو هو هذا مبدأ القصور؟ كذلك تعرفنا عليه في الجدار المشترك. مبدأ القصور كيقول لنا بأنه عندما يكون الجسم صلب معزول أو شبه معزول ميكانيكيا في معلم مرتبط بالأرض، فإن متجهات سرعة مركز قصوره مركز القصور الجيلي هذا الجسم تكون ثابتة، يعني بأن في جي تساوي كونستانت، يعني أن السرعة ديالو كتكون ثابتة. وهذا مبدأ القصور كيعني جوج ديال الحالات، إذا كانت في جي كتساوي صفر يعني أن الجسم في السكون، العكس الجسم كيكون في حركة مستقيمة منتظمة. إذا أي معلم كيطبق فيه مبدأ القصور راه كيتعتبر معلم جاليلي. عموما حنا بالنسبة للتمارين راه دائما كناخذوا معلم جاليلي. إذا في معلم جاليلي يساوي تغير الطاقة الحركية، التغير هو الدلتا، تغير الطاقة الحركية لجسم صلب غير قابل للتشويه في حركة إزاحة أو في حركة دوران حول محور ثابت، يعني سواء كان في إزاحة أو دوران، بين لحظتين المجموع الجبري لأشغال القوى المطبق عليه بين هاتين اللحظتين. إذا هذا التغير الطاقة الحركية كيقول لنا بأنه بين موضعين، مثلا ما بين موضع أ والموضع ب، هذه الطاقة الحركية التغير ديالها يعني الفرق يعني او سي بي ناقص او سي ا شنو كيساوي؟ كيساوي مجموع ديال الاشغال اللي خاض عليهم هذا الجسم، وكنعبروا عليه بالعلاقه التاليه. التغير هو دلتا او سي، كنديروا دائما او سي فينال ناقص او سي انيسيال. ردوا بالكم مع هذه، يعني دائما كنديروا الموضع ديال الوصول ناقص الموضع البدئي. مثلا واحد الجسم مشى من ار بي، كنديروا او سي بي ناقص او سي ا، يعني البلاصه اللي وصل ليها ناقص البلاصه اللي انطلق منها. اذا دائما اس فينا ناقص اس انيسيال. شنو كيساوي؟ كيساوي مجموع ديال الاشغال اللي خاض عليهم الجسم، مجموع ديال الاشغال المطبقه على الجسم. مثلا الا كان الجسم خاض على القوتين مثلا بي و اف، غادي نديروا الشغل ديال بي زائد الشغل ديال اف. كان خاض على القوه ديال الاحتكاكات غادي نزيدوا دبل في ديال ار، وهكذا. بالنسبه لهذه المبرهنات الطاقه الحركيه كتطبق في الحالتين، يعني سواء كان الجسم في حركه ازاحه ولا كان في حركه دوران. ملي كيكون في حركه ازاحه هاد دلتا او سي كنكتبو على الشكل التالي، ان دومي ام في فينال او سي 2 ناقص ان دومي في انيسيال او سي 2. اذا كنعوضو او سي بواحد على جوج ام في. في حركه بالنسبه لحركه الدوران كنكتبو واحد على جوج جي دلتا اوميغا او سي 2 فينال ناقص واحد على جوج جي دلتا اوميغا انيسيال اس اثنا. اذا هذه هي النص ديال مبرهنات الطاقه الحركيه. اعيد هذا النص، هذه المبرهنه فهي مهمه جدا، حاول تعقل على النص ديالها والعلاقه ديالها، لان هذه كتعطى في الامتحانات. دونك دابا هاد بعد ما عرفنا هذه المبرهنات الطاقه الحركيه غادي نشوفوا كيفاش ممكن نطبقوها، كيفاش كتطبق هذه المبرهنه في التمارين. اذا الطريقه المنهجيه لتطبيق مبرهنات الطاقه الحركيه، هاد ام تا والحاد اختصار ديال مبرهنات الطاقه الحركيه. باش يمكن لنا نطبقوا هاد المبرهنه، اول حاجه كنديروها هو كنحددوا الجسم مدروس او مجموعه مدروسه، هذه اول حاجه في التمارين. ثم من بعد ما كنحددوا الجسم مدروس او مجموعه مدروسه كنجردوا القوى، اذا كنحددوا القوى المطبقه على هذا الجسم او على هذه المجموعه. ثم المرحله المواليه هي تحديد الحالتان البدئيه والنهائيه، خصنا نعرفوا شكون هي الحاله البدئيه ونعرفوا الحاله النهائيه. ثم من بعد كنطبقوا المبرهنه في معلم جاليلي مع الانتباه لنوع الحركه. اذا باش نطبقوا المبرهنه خصنا نردوا بالنا واش ازاحه ولا دوران، لان كاين اختلاف. ملي كيكون ازاحه كنديروا واحد على جوج ان في او سي 2، ملي كيكون دوران كنديروا واحد على جوج جي دلتا اوميغا او كاري. اذا ففي حاله ازاحه كنطبقوا كنكتبوها على هذا الشكل، واحد على جوج ان في او كاري ناقص واحد على جوج ان في انيسيال او كاري كتساوي مجموع ديال الاشغال ديال القوى. وفي حاله الدوران كان عوض ام في اس 2 كنديروا جي دلتا اوميغا اس 2. ثم اخيرا نستنتج من هذه العلاقه المقدار المجهول المطلوب، اما السرعه او المسافه او شده القوه او العزم. اذا من خلال بعد ما كنطبقوا هذه العلاقه هذه غالبا في التمرين كيقول لك مثلا احسب في، يعني كنخرجوها من هنا، او الكتله، او مثلا الشغل، او المسافه، على حسب شنو مطلوب منك كنخرجها من هذه العلاقه. حنا غادي نشوفوا واحد التطبيق.
إذا كانت هذه النهاية ديال هذا الدرس، غادي نختمو بواحد التمرين تطبيقي. التمرين التطبيقي يعني تطبيق مباشر ديال العلاقة، يعني الأساس هنا هو أولا خصك تفهم كيفاش تطبق، عاد من بعد غندوزو للتمارين التوليفية. إذا في هذا التمرين التطبيقي عندنا يسقط جسم صلب بدو كتلة إم تساوي 1.5 كيلوغرام من ارتفاع H بالنسبة لسطح الأرض. إذا عندنا واحد الجسم صلب، ثم عندنا السطح ديال الأرض. هذا الجسم هذا غيسقط من واحد الارتفاع، من هذه الارتفاعات اللي كتوجه عليه بدون سرعة بدئية. ردوا بالكم بعد، بدون سرعة بدئية، غنحتاجوها من بعد. نعتبر تأثير الهواء مهملا، إذا تأثير ديال الرياح مهمل، ونأخذ اش كيساوي 24 متر، وجي كتساوي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. إذا كان عندنا هنا واحد الجسم، هذا الجسم هذا غيسقط من واحد الارتفاع بدون سرعة بدئية، وبالتالي غيوصل لسطح الأرض. هذاك الارتفاع اللي غيسقط عليه، اللي غيسقط منه هو اش، اللي كيساوي لينا 24 متر. اذا دائما بدا ترسم الشكل باش تعرف شنو غتطبق. اذا هذا الجسم كان عندنا هنا في البدايه، اذا هذه غنسميوها مثلا ليطا انيسيال، غنرمزوها مثلا باي، وهذه ليطا فينال، يعني البلاصه اللي وصل ليها، او لا مثلا هنا او بي او لا زيد سي، المهم الرموز كما بغيتي كما بغاو يكونوا. دابا هنا في المعطيات ديال التمرين دائما كيعطيك شي كلمات مفتاحيه اللي غيسهلوا عليك تجاوبوا على تجاوب على التمرين. من بين هذه الكلمات المفتاحيه قال لنا بدون سرعه بدئيه. حنا كنعرفوا بان السرعه باش كنرمزوا ليها، كنرمزوا ليها بفي. السرعه بدئيه يعني اش نحل علاش كنهضروا، كنهضروا على ليطا انيسيال، يعني ان في اي تساوي زيرو. اذا في ما تلقى بدون سرعه بدئيه، عرف بان في اي تساوي زيرو. اذا هنا غنجيو البلاصه اللي فيها الجسم، غنكتبوا بان في اي تساوي زيرو. مزيان، عاد دابا غنجيو نجاوبوا على التمرين. احصد الطاقه الحركيه للجسم لحظه وصوله الى سطح الارض. دونك بغينا نحسبوا الطاقه الحركيه لحظه وصوله الى سطح الارض. تقدر تقول لي غادي نديروا واحد على جوج ام في اس 2. نقول لك مزيان، واحد على جوج ام في، ام ها هي عندي، ولكن في فين هي؟ ما عرفناش، لان هاد في اللي كتساوي صفر، هادي وقتاش؟ هادي البدئيه، يعني ملي كنفوق. حنا بغينا ملي غيكون على سطح الارض، اذا حنا كنقلبوا على في فينال، يعني انه ما يمكنش لينا نكتبوا واحد على جوج ام في اس 2، ما يمكنش نطبقوا هاد العلاقه. الا ما يمكنش لينا نطبقوا ديك العلاقه، كتبقى لنا طريقه واحده اخرى. شنو هي الطريقه واحده اخرى؟ هي مبرهنات الطاقه الحركيه. اذا حسب مبرهنات الطاقة الحركية، حسب مبرهنات الطاقة الحركية. مبرهنات الطاقة الحركية، إذا عندنا هنا أولا حركة إزاحة بين، لأن الجسم كيسقط وفق مسار مستقيمي. هاد مبرهنات الطاقة الحركية شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا أودي بأن راه دلتا أوسي كيساوي أوسي فينال، كيساوي أوسي فينال ناقص أوسي إنيسيال، كيساوي لنا المجموع ديال الأشغال ديال القوى الخارجيه، لي فورس اكستيريور، المطبقه على هذا الجسم. اذا هذا تعبير ديال مبرهنه الطاقه الحركيه. دونك حنا قلنا بانه قبل ما نطبقوا هذه المبرهنه وقبيله، قلنا اول حاجه خصنا نديروا، خصنا نحددوا الجسم المدروس. الجسم المدروس هنا هو هذا الجسم، خصنا نجردوا القوى المطبقه عليه. هذا الجسم هذا كيخضع لجوج ديال القوى، كاين القوه بي وكاين التاثير ديال الهواء. كاين القوه بي والتاثير ديال الهواء، ولكن التاثير ديال الهواء هنا مكتوب لنا بانه مهمل، يعني ما ناخذوش بعين الاعتبار. يعني بما انه مهمل يعني ان الشغل ديالها كيساوي صفر، وبالتالي شحال من قوه بقات عندي هنا؟ بقات عندي واحد القوه اللي هي بي. اذا غادي نجي غادي نكتب او سي فينال ناقص او سي انيسيال تساوي دبليو بي. بالنسبه بالنسبه للتاثير ديال الهواء فهو مهمل، يعني كيساوي صفر، ما غاديش ناخذه بعين الاعتبار. حاجه اخرى بالنسبه لهاد او سي، دونك هنا او سي اي شنو كتساوي؟ كتساوي واحد على جوج ام في في اي اس 2. وحنا عندنا هنا بان الجسم كينطلق بدون سرعه بدئيه. شنو هي السرعه البدئيه؟ يعني ان في اي تساوي زيرو. الا جينا عوضنا في اي بزيرو، الوغ واحد على جوج في ام في زيرو شحال غادي تكون كتساوي؟ غتكون كتساوي صفر. اذا غتولي عندنا اس اي تساوي زيرو. اذا هاد اس اي هادي راه كتساوي زيرو. اذا غنحيدها، شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا اس اي فينال، اس اي فينال كتساوي دوبل في بي، كتساوي دبليو في بي. اذا تساوي، دونك كنتمنى ان هاد اس اي علاش حيدتها تكون باينه. حيدتها لان الجسم كينطلق بدون سرعه بدئيه، يعني ان في تساوي زيرو. بما ان في تساوي زيرو، اذا واحد على جوج في ام في زيرو كتساوي زيرو. الشغل ديال وزن الجسم حنا شفنا في الدرس الثاني، قلنا كنرمزو ليه بام في جي فوا اش. الا كان الجسم الا كان الجسم في نزول كيكون موجب، الا كان الجسم في صعود كيكون سالب. اذا هنا الجسم في نزول وبالتالي هابط، في هبوط وبالتالي غادي يكون موجب. اذا ما غنديروا التطبيق عددي، دونك او سي فينال تساوي ام هي 1.5 كيلوغرام، خصها تكون بالكيلوغرام، جي هي 9.8،
ثم غنضربوها في اش اللي هو 24. دونك التطبيق عددي غتلقاه بانه كيساوي 352.8 جول. 352.8 جول. اذا كانت لنا الجواب يكون واضح. غنمشيو للسؤال الثاني، ما قيمه سرعته في تلك اللحظه؟ دابا عاد بغينا نعرفوا السرعه في فينال. دابا حنا شنو حسبنا في السؤال الاول؟ حسبنا الطاقه الحركيه عند سطح الارض، دابا بغينا السرعه عند سطح الارض. دونك شنو غادي نديروا؟ نطبقوا العلاقه الاولى اللي شفنا في الدرس اللي هي او سي فينال تساوي ان دومي ام في فينال او سي 2. اذا حنا شفنا بان او سي تساوي 1 على 2 ام في او سي 2، دابا زدت غير هذا فينال، هذا غير الرموز. دونك حنا على من كنقلبوا؟ كنقلبوا على السرعه، اذا كنقلبوا على في فينال او سي 2. ركزوا معايا، واحد على جوج قسمه، ملي غنديها جوج عند او سي شنو غترجع؟ ضرب. اذا غتولي عندي جوج في او سي فينال. ام هنا ضرب، ملي غنديها عند او سي شنو غترجع؟ قسمه، اذا غتولي لتحت. اذا تقسيم ام، باش نحيدوا هاد او سي 2 شنو كنديروا؟ كنديروا جبر مربع. اذا في فينال تساوي لاسين كاري جبر مربع ديال او ديال جوج او سي فينال غنقسموا على ام. دونك تطبيق عددي، تطبيق عددي جوج او سي فينال حسبناها هي 352.8، ثم غنقسموا على لاماس اللي هي 1.5 كيلوغرام. 1.5 كيلوغرام. دونك تطبيق عددي غتلقاها بانها تساوي 21.68 متر في السكوند موانزا. هذه هي الوحده العالميه ديال السرعه المتوسطه. كنتمنى ان هذا التمرين يكون واضح. الا فهمتوا هذا التمرين هذا، اي تمرين تعطاك غادي تفهمه، لان غير خصك تفهم غير كيفاش تجاوب، خصك تقلب على دوك الكلمات المفتاحيه اللي كيساعدوك باش تطبق مباراه الطاقه الحركيه. دونك كنتمنى ان الدرس يكون واضح. الى عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ما تنساوش تخليو ليا في التعليقات اسفل الفيديو هذا. ترقبوا سلاسل التمارين اللي غادي تكون تمارين توليفيه حول هذا الدرس. اذا كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في امان الله وحفظه.